قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. لمجرد الاطلاع وقراءة على هذا النص الوارد ذكره في سورة النساء وآية 157 بنلاقي أنفسنا قدام مشاكل كتيرة جدا، وهذه المشاكل لا يمكن أبدا أنها تتفق مع صلاح الله وطبيعته الصالحة وقوته وحكمته، وأيضا لا يمكن أن يقبلها العقل والمنطق إلا الله منحه لنا لكي نستطيع أن نفهم الأمور. ولهذا تكون لدينا عدة مشكلات في قراءتنا لهذا النص القرآن. الفكرة الأولى أو الإشكالية الأولى بمعنى أصح، القرآن لم ينفي أبدا بوجود الصليب، وأيضا لم ينفي وجود مصلوب على الصليب، لكن لأسباب غير معلومة لم يصرح لنا القرآن لماذا كان الصليب. في الوقت للإنجيل الذي هو سابق للقرآن بأكثر من 600 سنة أعلن بكل وضوح وبشكل تفصيلي وواضح لماذا كان الصليب، ولماذا ذهب المسيح يسوع إلى الصليب، ولماذا حكموا عليه بالصليب. الإشكالية الثانية أو الفكرة الثانية، نفى القرآن عن اليهود قتل وصلب المسيح، لكن هل لم يعلم كاتب القرآن أن اليهود كانوا تحت حكم الرومان، وأن الرومان هم من قاموا بإصدار الحكم على المسيح وصلبه؟ فلماذا صمت القرآن عن إخبارنا أي شيء عن الرومان؟ ولماذا لم ينفي التهمة إن أراد وإن لم يكن فعلا المسيح هو الذي لم يصلب؟ فلماذا لم ينفي التهمة أيضا عن الرومان كما نفاها عن اليهود؟ الفكرة الثالثة أو الإشكالية الثالثة، نفى القرآن قتل اليهود لصلب المسيح، لكن لم يعطي لنا الأسباب لماذا كان اليهود مزمعين أن يصلبوا المسيح، وأيضا لم يوضح لنا ما هو السر الذي جعل الله لم يسمح بصلب المسيح وأن يضع شبهه على شخص آخر. الفكرة الرابعة أو الإشكالية الرابعة، الصليب ما كانش أداة معروفة لدى اليهود، فاليهود عندما كانوا يحكمون على شخص بالموت فكانوا يقومون برجمه، وذلك حسب نصوص كثيرة جدا ورد ذكرها في كتاب التوراة ولا سيما في سفر التثنية إصحاح 21. لكن لم يخبرنا القرآن لماذا أراد اليهود أن يصلبوا المسيح، ومن أين أتت فكرة الصليب ولم تكن معروفة لديه، في الوقت أن الكتاب المقدس والإنجيل بصفة أخص يخبرنا عن أن الرومان الذين كانوا يحكمون اليهود وكان اليهود تحت حكم الرومان هم من كانوا يستخدمون الصليب كأداة لقتل المحكوم عليه بالموت. الفكرة الخامسة أو الإشكالية الخامسة، لم يخبرنا القرآن لماذا لم يسمح الله بصلب المسيح، في الوقت اللي القرآن نفسه بيقول في سورة البقرة 87 ففريق كذبتم وفريق تقتلون. حسب تفسير جميع المفسرون لهذا النص الوارد ذكره في سورة البقرة يثبت القرآن أن كثير من الأنبياء قد سمح الله بقتلهم على يد البشر، فلماذا لم يسمح الله بصلب المسيح أو قتله في الوقت اللي سمح لكثير من الأنبياء؟ فهل عند الله تفضيل بين نبي وآخر؟ ولا الله يميز بين أنبيائي؟ هل هذا يليق بالله؟ يرفع شخص ويسمح بالآخر أن يقتل ولم يذكر لنا السبب أو الحكمة اللي من أجله رفع المسيح؟ الفكرة الخامسة، لم يخبرنا القرآن عن الطريقة التي رفع بها المسيح، هل كانت في السر أم كانت في العلن؟ وإن كانت في العلن هل هناك من شاهده؟ هل هناك من رأوا؟ هل هناك من دونوا هذا الحدث؟ وإن كانت في السر هل يليق بالله أن يأخذ نبيه في السر؟
مش بكده بننسب لله الضعف وعدم القدرة على حماية نبيه إن أراد الله أن يحمي نبيه؟ في الوقت اللي الإنجيل بيخبرنا أن الله بذل ابنه الوحيد أي المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية، وفي الوقت اللي الإنجيل أيضا بيخبرنا أن المسيح قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه، فلم يكن الله أو المسيح يريدون الهروب من الصليب، وأن أراد الله لفعل ذلك في العالم، فالمسيح اجتاز الصليب بكامل إرادته. لم يكن الأمر معركة كما صورها لنا القرآن بين اليهود والمسيح. صحيح أن اليهود رفضوا المسيح واعتبروه مجدفا عندما قال عن نفسه أنه ابن الله، لأنهم اعتبروا هذا التعبير ابن الله أي أنه مساويا لله، فأرادوا الانتهاء من المسيح وقتل المسيح لأنه مجدف. لكن إن كان المسيح لم يرد القتل أو الصلب لفعل ذلك، لكن المسيح أراد تماما أن يذهب إلى الصليب لأجل أن يصل لنا فداء وخلاصا. الفكرة السابعة، يخبرنا القرآن ولكن شبه له، أي أن هناك شبيه آخر. أخذ الله صورة المسيح ووضعها على ذلك الإنسان، لكن لم يقدم لنا القرآن أي نص ليخبرنا من خلاله ما ذنب هذا الإنسان وما هو الجرم الذي لأجله جعل الله أن يصلب هذا الإنسان البريء من وجهة نظرنا لأجل المسيح. هل الله يظلم إنسان؟ وهل هذا الإنسان اللي سمح الله أن يعلق على الصليب بدلا من المسيح، هل الله أصابه بالخرس ولم يستطيع الدفاع عن نفسه ويقول أمام الجمهور المجتمع أمام الصليب لست أنا المسيح؟ هل الله لم يعطوه الحق في الدفاع عن نفسه؟ هذه الأسئلة حاشا أن يكون الله ظالما، وهذه الأسئلة تقودنا إلى التفكير المنطقي إن من كان على الصليب شخص أسلم نفسه بكامل إرادته وشخص أراد هذا الفعل وهو المسيح. الفكرة الثامنة، عندما ننسب إلى الله أنه أخذ المسيح في السر وليس في العلن، بذلك ننسب إلى الله الجهل والضعف. فهل يليق لمجرد رفضنا لفكرة صلب المسيح أن ننسب إلى الله الضعف وننسب إليه الخداع وتضليل البشر وننسب إليه أنه خير الماكرين؟ لا يليق، فالله حسب الإنجيل حسب كلمته المباركة أراد للمسيح أن يصلب لأنه الحل الوحيد لكي ترفع من علينا الخطية ويرفع من علينا حكم الموت. الفكرة التاسعة أو الإشكالية التاسعة، إيه موقف الله من الجمهور اللي كان واقف قدام الصليب؟ الإنجيل بيخبرنا إن كان هناك جمهور كثير جدا، منهم التلاميذ، منهم قائد المأة، منهم الحراس والجنود، منهم الكتب والفريسيين. هل الله خدع أبصار هؤلاء جميعا؟ هل الله سمح إن هم يشاهدوا ضلالة هو سمعها بنفسه؟ من ضمن الشهود اللي كانوا واقفين قدام الصليب على سبيل المثال العذراء القديسة المطوبة مريم، هل الله أيضا خدعها؟ هل الله أيضا سمح إن هي تقف تشاهد ضلالة؟ هل الله سمح إن هي تبكي وتصرخ لأجل وحيدها المعلق على الصليب ولم يكن هو في الأساس كما يقول القرآن وحيدها بل هو شبيه؟ هل الله سمح للعذراء اللي وصفها القرآن إنها خير النساء العالمين إنها تموت على إنها مصدقة ومعتقدة ومؤمنة أن ابنها علق على الصليب؟ والتلاميذ، ما هو موقف الله من التلاميذ؟ التلاميذ اللي شاهدوا، التلاميذ اللي قالوا، التلاميذ اللي خبروا، التلاميذ اللي كتبوا في الأناجيل، التلاميذ اللي جالوا مبشرين بالكلمة في المسكونة كلها، التلاميذ اللي قبلوا الاضطهاد وترك البيوت وترك الأموال، التلاميذ اللي تعرضوا للسجن والموت، هل كل الأمور دي كلها كانوا بيعملوها وهم مخدوعين وهم وراء ضلالة؟ هل يليق بالله هذا؟ هل الله ظلمهم
هل الله سمح ان هم يموتوا لاجل خداع؟ هل الله سمح ان هم يستشهدوا لاجل ضلاله هو اللي صنعها؟ ليه الله صمت وما علنهمش الحقيقه؟ ليه الله لم يخبرهم الحقيقه؟ كانوا امناء في شهادتهم، ضحوا بالغالي والثمين لاجل شهادتهم. هل موقف الله ان يصمت ويتركهم يخبرون ويبشرون ويتعرضون للموت، بل يساقون للموت كالذبح، كخروف صامت وكشاة صامتة؟ يواجهون الموت بكل جرأة وبكل شجاعة، والله يراقبهم ويشاهدهم وهو صامت ولم يعلن لهم الحق. هل تقبل هذا على الله؟ هل يليق هذا بالله؟ الفكرة العاشرة والإشكالية العاشرة، القرآن ما قالناش ليه الله صمت 600 سنة بعد ما انتشرت المسيحية وانتشر معاها الإيمان بعقيدة صلب المسيح، لأن عقيدة صلب المسيح عقيدة أساسية ومهمة في العقيدة المسيحية. انتشرت المسيحية في المسكونة كلها بلغات كثيرة، في ثقافات متنوعة وفي شعوب مختلفة، وضحى التلاميذ وضحى الكثيرين بحياتهم لأجل انتشار الخبر السار أن المسيح مات لأجل فداء البشر. لماذا صمت الله 600 سنة؟ فهل بعد 600 سنة تذكر الله أن هناك ضلالة هو قد صنع، وحاشا لله أن يصنع هذا؟ علي أن يخبر العالم بعد 600 سنة أن الذي كان على الصليب لم يكن المسيح، بل كان شبيه آخر، في لغة مختلفة، في مجتمع مختلف، وفي زمان مختلف، ومن خلال شخص لم يكن من الأمة الإسرائيلية التي هي الأساس مهتمة بهذا الأمر. فلماذا صمت الله؟ مش بتقولوا أن الساكت عن الحق شيطان أخرس؟ فهل يليق بالله أن يصمت عن إظهار الحق لمدة 600 سنة؟ الفكرة الحادية عشر، بقبولنا حسب نص القرآن إن اللي كان على الصليب ما كانش المسيح بل كان شبيه. بالفكرة دي احنا بنفتح باب للتخمين والتأليف وللصفصطة وللغريب والعجيب إن القرآن ما قالناش مين هو الشبيه، وده اللي دفع بكتير جدا من المفسرين في البحث عن اسم الشبيه، وأخذوا يقدمون لنا أسماء كثيرة، أكثر من 10 أسماء. قالوا يهوذا، قالوا سمعان، قالوا بطرس، قالوا طبريوس. عايز أقول لك أن في تلاميذ المسيح الاثنى عشر لم يكن شخص يحمل اسم طبريوس، هذا الشخص ليس موجود، أنه من اختراع أفكار مفسر القرآن. لكن يهوذا اللي قالوا عنه أنه هو الشبيه، الإنجيل بيقول إيه؟ الإنجيل بيقول أن يهوذا باع سيده وخانه وقبض الثمن 30 من الفضة. لكن لما يهوذا رأى سيده أنه قد أسلم نفسه وحكم عليه بالصلب، ندم وذهب وعلق نفسه في شجرة وشنق نفسه وارتمى جسده على الأرض وارتطم بالأرض ومات ودفن. وهناك كثير جدا من الشهود اللي رأوا يهوذا وهو معلق، واللي شاهدوا يهوذا وهو ساقط على الأرض، واللي شاهدوا ورأوا قبر يهوذا. إذن لم يكن يهوذا هو المصلوب، لأن يهوذا مات في حدث مختلف تماما عن الصليب، مات وهو شانق نفسه. بطرس، المفاجأة ليك أن بطرس شاهد وعاين ورأى وعاصر وكتب رسالتين في العهد الجديد يخبرنا أن المسيح صلب وهو رأى ذلك، ودفن وهو شاهد على ذلك، وقام من الأموات وهو تعايش مع المسيح، لمس وأكل وشرب مع المسيح. وليس بطرس فقط، بل يخبرنا بطرس أيضا
أن تلاميذ جميعهم رأوا المسيح المصلوب، رأوا المسيح المدفون، رأوا المسيح القائم من الأموات، رأوا المسيح الصاعد إلى السماء. فليس بطرس. تقولون سمعان؟ سمعان هو بطرس. إذن كما سبق وأعلن الإنجيل أن المصلوب هو يسوع. عارف ليه المصلوب هو يسوع؟ لو كان المصلوب شخص آخر مش كان ممكن يقوله على الصليب مش أنا، مش أنا المسيح، ولا كان أخرس، ولا الله أصابه بالخرس كما أشرنا سابقا. عارف ليه المصلوب هو يسوع؟ لأن يسوع وهو على الصليب اتكلم مع ناس كتير جدا، اتكلم مع العذراء وقال لها عن يوحنا هو ذا ابنك، واتكلم مع يوحنا وقال له هو ذا أمك. فهل من المعقول ان نصدق ان الشبه وصل الى هذه الدرجة ان العذراء ما تقدرش تميز ان ده ابنها، ما تقدرش تميز صوت ابنها؟ وهل من المعقول ان يوحنا اللي التصق بالمسيح وكان من تلاميذ المسيح الاوائل ما قدرش يميز ان ده مش المسيح سواء بالشكل او بالصوت؟ المسيح اتكلم مع جمهور كثير، المسيح اتكلم مع الصين، المسيح اتكلم مع الحراس وقال لهم انا عطشان. هل الجميع خدعهم الله؟ هل الله خدع ابصارهم ومسامعهم ايضا لدرجه ان هم يسمعوا اللي على الصليب وكانه صوت المسيح؟ يا جماعه هو ده يليق بالله ان يكون مخادع او مضل او خير الماكرين؟ الفكره الاخيره او الاشكاليه الاخيره خلينا نتناولها من خلال نظره القانون. وماذا يقول القانون؟ يقول على المدعي تقديم البينة. بمعنى لو في متهم في قفص الاتهام وفي محامي وفي قاضي والأدلة اللي قدمتها النيابة بتثبت أن المتهم متهم فعلا وأنه فعل الجريمة، على المحامي إن أراد تبرئة المتهم تقديم أدلة أقوى من اللي قدمتها النيابة ليبرهن بيها على أن المتهم بريء. التاريخ بيقول أن المسيح الصلب، والقرآن بعد 600 سنة بيقول إن المسيح ما صلبش. إذن إيه هو الدليل اللي قدمه القرآن عشان يقول إن المسيح ما صلبش؟ المفاجأة إن القرآن ما قدمش أي دليل يثبت إن المسيح ما صلبش، بل بالعكس القرآن أثبت حادثة الصليب والقرآن أثبت إن هناك مصلوب. في الوقت اللي التاريخ بيقدم لي العشرات الأدلة، على سبيل المثال الإنجيل اللي كتبوا شهود عينه وشاهده وعصر الحدث، وحياة التلاميذ اللي قدموها لأجل إيمانهم، ورسائل كتيرة جدا منها اللي اتوضعت في العهد الجديد ومنها رسائل تلاميذ التلاميذ، عشرات الآلاف من المخطوطات اللي بتثبت صدق الأناجيل وصحة الأناجيل في طرحها لعقيدة صحيحة وسليمة هو صلب المسيح. هناك مؤرخون سواء كانوا يهود لم يؤمنوا بالمسيح أو يونانيين أو رومان شاهدوا عصره وشافوا الحدث، يعني الحدث موثق تاريخيا. العجيب أن القرآن ما قالناش ليه الله صمت لمدة 600 سنة وتذكر بعد 600 سنة أن يعلن الحقيقة اللي هو أخفاها عن العالم وترك لأجلها التلاميذ يموتوا، ويجي بعد 600 سنة في مكان بعيد زي ما قلنا ومن خلال شخص مش من الأمة الإسرائيلية وبلغة مختلفة وثقافة مختلفة ومجتمع مختلف ويقول لنا ما كانش المسيح. هل نقبل ده؟ والمسيحية قبل الإسلام انتشرت في العالم كله بلغات مختلفة وآمن بها ناس كثيرون ومات لأجلها ناس كثيرون. طبعا لا يعني. الحقيقة ايه؟ الحقيقة ان المسيح الصلب ده مش كلام، ده كلام العهد القديم اللي سبق وقال قبل المسيح بمئات السنين عن صلب المسيح، واتكلم عن المسيح من حياته لموته لصلبه لقيامته لظهوره لمجيئه في المستقبل. الحقيقة الأناجيل أكدت صدق النبوات اللي كتبت في العهد القديم. الحقيقة ان الأناجيل وثقت برؤية العين اللي حدث على الصليب. فهل يليق أن نصدق واحد
ما شافش حاجة، وبعد 600 سنة وما نصدقش اللي شافه وشاهده وضحوا بحياته. النهاردة أنا عايزك تفكر في الكلام اللي أنت سمعته. النهاردة أنا عايزك تتخلى عن عصبيتك الدينية، وتتخلى عن اللي أنت وارثه وحافظه وبتردده، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فكر في اللي أنت سمعته، ناقشه، حلله، ادرسه، واسأل بيه ربنا، قل له رب الحقيقة فيه، وإن كنت صادق في بحثك الله هيعرفك الحقيقة. الحقيقة أن المسيح صلب، صلب لي لأن ما كانش عند الإنسان وسيلة تانية يقدر يوفي بيها مطالب عدل الله، وكان الإنسان عاجز لأن الإنسان محدود والله غير محدود، الإنسان ما يقدرش يعمل حاجة. فجي الله في المسيح مصالحا العالم لنفسه، عمل اللي ما يقدرش يعمله الإنسان. أعلن المسيح عن محبة الله للإنسان بشكل عملي وواضح وملموس، وتوج هذا الإعلان بموته لأجل الإنسان على الصليب. وللنهاردة بيدعوك دعوة شخصية إنك تقبل عمل الله، مدد إيده ليك بالحب وبيقرأ على باب قلبك. أصلي من كل قلبي إنك تقبل دعوة الله ليك، تفتح قلبك وتقول له يا رب أنا مصدق، تعال أملك على حياتي. موت المسيح كان لأجل العالم، لكن الموت ما كانش النهاية، لكن الحقيقة كانت في البداية، والبداية كانت في القيامة لما يسوع قام انتصر على الصليب. تقبل دعوته وتصلي ورايا وتقول له يا رب أنا بقبل محبتك، يا رب امتلك حياتي، بقبل فدائك، بقبل موتك لأجل على الصليب. إذا صليت الصلاة دي هقول لك أنت نلت الحياة الأبدية.